السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتورة نورة سليم، مدرس بايوكيمستري. النهاردة إن شاء الله بنكمل معاكم محاضرات الريبرودكتيف موديول، ومحاضرة النهاردة اسمها هكسوز مونوفوسفيت باسوي أو هكسوز مونوفوسفيت شنت أو بنتوز شنت. المحاضرة دي مقسومة على جزئين، إن شاء الله هناخد النهاردة أول جزء. بنقول ليه الباسوي دوت سميناه شنت؟ كلمة شنت يعني إيه؟ كلمة شنت يعني تحويلة. احنا عارفين ان الجلوكوز اوكسيديشن كان بيتم عن طريق عمليه الجلايكوليسيس وبيديني في الاخر بيروفيت واي تي بي. بنقول دوت انذر باسوي او دي تحويله تانية للجلوكوز، بيدخل في انذر باسوي في الجلوكوز اوكسيديشن اللي هو ايه؟ الهكسوز مونوفوسفيت باسوي. كمان بنقول ليه الباسوي دوت سميناه مونوفوسفيت؟ لو احنا فاكرين في الجلايكوليسيس كان في بعض الشوجر موجوده في صوره بيس فوسفيت، زي مثلا فركتوز 1 6 بيس فوسفيت، وزي مثلا 2 اند 3 بيس فوسفوجليسريت. انما هنا هنشوف كل الشوجر موجوده في صوره مونوفوسفيت، تمام. كمان بقى الباسوي دوت بنسميه بنتوز شنت ليه؟ بنقول لان اثناء الرياكشن بتاعه الباسوي دوت بتتكون البنتوز فوسفيت كانترميديت كومباوند، تمام. يبقى محاضرة النهاردة اسمها ايه؟ هكسوز مونوفوسفيت باسوي، او بنسميها هكسوز مونوفوسفيت شنت او بنتوز شنت. تعالوا كده نفتكر الكونسبت ما في ريبرودكتيف موديول. ميتابوليزم في اذر هكسوزز، هكسوز مونوفوسفيت باسوي، استرويد جينيسيس، بايوكيمستري تشينجز ديورينج بريجنانسي. Intended learning outcomes of the lecture أو الـ ILOs of the lecture. بنهاية المحاضرة المفروض نكون عارفين the main function of bentose phosphate pathway و importance of NAD, pH and bentoses و the genetic and biochemical basis of FAFES. بالنسبة للهكسوز مونوفوسفيت باسوي المفروض نعرف عنه ايه؟ المفروض نعرف الديفينيشن، التعريف بتاعه، السايت بيحصل فين، في انهي تيشو وفي انهي جزء من السيلز، والسبستريتس المواد اللي دخلت، والبرودكتس المواد اللي طلعت، والستيبس الخطوات، والريجوليشن ازاي بنعمل له ريجوليشن، وعند اي انزيم، امبورتنس الاهمية بتاعته، والكلينيكال ابليكيشن ازاي بنستخدمه في دايجنوزيس اوف سام ديزيز. نبدأ أول حاجة كده بالكلينيكال كيس سيناريو. والحالة النهاردة عبارة عن 6 year كوكيشن بوي، ده طفل عنده 6 سنين. كوكيشن بوي يعني من الناس الموجودين في المنطقة بتاعت شرق آسيا وشمال أفريقيا وأوروبا. بنقول لأن المرض بتاع النهاردة أو الحالة بتاعت النهاردة كومن في المنطقة ديت، فبنقول إن الطفل دوت عنده 6 سنين ودخل المستشفى بإيه؟ بأكيوت أونست أوف دارك يورين. مرة واحدة اليورين كده بقى لونه غامق دارك، وكمان عنده جوندس. يعني ايه جوندس؟ عنده يلوش ديسكالوريشن في السكين والسكليرا والميوكاس ممبرين، تمام. وكمان بيشتكي من شورتنس اوف بريس وهيديك، والسيمتوم دي كلها ظهرت لما الولد دوت اكل فريش فافا بينز اللي هو الايه الفول الاخضر. بعد ما الولد دخل المستشفى وعملنا له لابوراتوري انفستيجيشن، لقينا ان الهيموجلوبين بتاعه كان 4 جرام بير دي سي لتر، يعني قليل. وكمان لقينا ان التوتال والاندايركت بيليروبين عاليين، معنى كده ان الولد دوت عنده هيموليسيس. ولما قسنا الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز انزيم لقيناه قليل، فبنقول ان الحاله ديت اكيوت هيموليسيس بسبب نقص الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز انزيم. وهنعرف بعد كده بالتفصيل ان شاء الله ليه نقص الانزيم دوت ادى الى هيموليسيس. الولد ده لما اخد بلاد ترانسفيوجن وفوليك اسيد اتحسن. طيب what are the chief presenting complaints in this case؟ تعالوا تاني نعرف ايه الشكوى الرئيسية اللي جه بيها الولد النهاردة. جه بأكيوت أونست أوف دارك يورين، مرة واحدة اليورين بقى لونه غامق. جه بجوندس، يعني إيه جوندس؟ يلوش ديسكالوريشن في السكين والسكليرا وميوكاس ممبرين. وكمان بيشتكي من شورتنس أوف بريس، ده نفسه قصير أو مش قادر ياخد نفسه. وكمان بيشتكي من هيدك، والسيمتوم دي ظهرت عليه لما أكل فريش فافا بينز. طيب ليه الحالة ديت شخصناها ان هي بسبب نقص الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز انزيم؟ اولا من الكلينيكال بريزنتيشن الولد جايب اكيوت اونست اوف دارك يورين، جايب جوندس وشورتنس اوف بريس وهيديك، والسيمتوم ظهرت عليه لما اكل فريش فافا بينز. كمان لما عملنا له الريبلاتوري انفستيجيشن لقينا ان الهيموجلوبين بتاعه كان قليل، والتوتال والاندايركت بيليروبين عاليين، يعني الولد ده كده عنده هيموليسيس. ولقينا الانزيم اللي بنتكلم عنه النهارده اللي هو جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز انزيم قليل، يعني معنى كده ان الهيموليسيس حصل بسبب نقص الانزيم اللي هو جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز انزيم. تعالوا بقى نعرف في السلايد اللي بعد دي ليه نقص الانزيم دوت ادى ان الولد دوت دخل في هيموليسيس.
احنا عارفين ان الجلوكوز كان بيحصل له فوسفوريليشن بالهيكسوكاينيز انزيم في وجود الاي تي بي ويكون عندي جلوكوز 6 فوسفيت، تمام كده. النهارده بقى بنقول ان الجلوكوز 6 فوسفيت دوت بيحصل له اوكسيديشن بانزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ويتحول لمركب تاني اسمه 6 فوسفوجلوكونيت. طيب هذا الاكسيديشن رياكشن طبعا بيكون معايا يطلع فيه هيدروجين يتشال على الناد بي ويديني ناد بي اتش فورميشن، تمام. يبقى هذا الرياكشن اللي هو اكسيديشن اوف جلوكوز 6 فوسفيت بيحصل بانزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفيت ده هيدروجينيز بينتج عنه الناد بي اتش فورميشن. الناد بي اتش دوت بياكت از اكو انزيم فور جلوتاثيون ريدكتيز، يعني الناد بي اتش دوت بيشتغل ككو انزيم للجلوتاثيون ريدكتيز. الجلوتاثيون ريدكتيز دوت انزيم مسؤول عن الريدكشن اوف اوكسيدايز جلوتاثيون يحوله لريديوس جلوتاثيون. بنقول ان الريديوس جلوتاثيون دوت مركب مهم جدا، ده بقول عليه باورفول انتي اوكسيدنت، يعني انتي اوكسيدنت مهم جدا، بيحافظ على الانتجريتي اوف ممبرين اوف ار بي سيز، كمان بيعمل ريموفال للتوكسيك كومباوند او الفري راديكال او اي رياكتيف اوكسجين سبيشيز موجوده في الار بي سيز، فكده بيحافظ على الار بي سيز. تاني بنقول ان اللي هو الانزيم بتاع النهارده اللي هو جلوكوز 6 فوسفيت ده هيدروجينيز دوت كاتالايز رياكشن بيحفز الرياكشن اللي مسؤول عن الناد بي اتش فورميشن. كمان الناد بي اتش دوت محتاجينه ليه؟ محتاجينه علشان كاكت از اكو انزيم فور جلوتاثيون ريدكتيز علشان يكون الريديوز جلوتاثيون. الريديوز جلوتاثيون دوت مهم طبعا، مهم بنقول عليه باورفول انتي اوكسيدنت، ده بيحمي الار بي سيز من اي رياكتيف اوكسجين سبيشيز، كمان بيحافظ على الممبرين على انتجريتي اوف ممبرين اوف ار بي سيز. علشان كده في الحاله بتاعت النهارده حاله الطفل اللي هو عنده 6 سنين بنقول ان هو عنده نقص في الانزيم اللي هو جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز، فنقص هذا الانزيم ادى الى نقص الناد بي اتش برودكشن، فبالتالي ادى الى نقص الريديوز جلوتاثيون، فبالتالي الار بي سيز ما عرفتش تحافظ على الانتجريتي اوف ممبرين، كمان ما عرفتش تعمل ريموفال للتوكسيك كومباوند او الفري راديكال اللي موجوده جواها، فعشان كده اندر جو رابشر اند هيموليسيس. طيب what is the biochemical basis of disease؟ البيوكيميكال بيز بتاعت الحاله بتاعت النهارده بنقول ان الطفل دوت عنده نقص في الانزيم اللي هو جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز انزيم. طيب ولكن السيمتوم بتاعت نقص هذا الانزيم ما ظهرتش الا لما الطفل دوت اكل فافا بينز. ليه بقى؟ بنقول ان الفافا بينز بتعمل على زياده الليفلز اوف رياكتيف اوكسجين سبيشيز، تمام. انا كده زودت الليفل معدل الرياكتيف اوكسجين سبيشيز اللي موجوده في الار بي سيز. طب انا عندي نقص في هذا الانزيم، فبالتالي عندي نقص في الناد بي اتش برودكشن، فبالتالي عندي نقص في الريديوز جلوتاثيون. طيب الريديوز جلوتاثيون دلوقتي مش موجود او قليل، فبالتالي الار بي سيز معرفتش تحافظ على انتجريتي اوف ذا ميمبرين، وكمان معرفتش تعمل ريموفال للتوكسيك كومباوند او الفري راديكال اللي موجوده فيها، فبالتالي الار بي سيز اندر جو رابتشر اند هيموليسيس. علشان كده الهيموليسيس حصل في الحاله بتاعه النهارده اللي عندها نقص في الانزيم اللي هو جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز انزيم. وكمان من اسم الماده اللي هو ادت الى زياده الرياكتيف اوكسجين سبيشيز اللي هي فافا بينز، عشان كده بنسمي الحاله بتاعه النهارده فافيزم. تعالوا بقى نشوف ايه الديفينيشن بتاع الهكسوز مونوفوسفيت باسوي. بنقول ان دوت انذر او الترناتيف او الترنيت روت فور اوكسيديشن اوف جلوكوز، ده طريق تاني لعمليه الجلوكوز اوكسيديشن. احنا اخدنا قبل كده ان عمليه الجلوكوز اوكسيديشن كان بتتم عن طريق عمليه الجلايكوليسيس، وكان بيديني في الاخر اي تي بي وبايروفيت لو كان في ايروبيك كونديشن او لاكتيت لو كان في انيروبيك كونديشن. انما البصوي بتاع النهارده بنقول دوت طريقه تانية لعمليه الجلوكوز اوكسيديشن، ولكن ما معهاش اي تي بي برودكشن، مش بيطلع فيها اي تي بي. طيب امال الهدف من هذا البصوي ايه؟ بنقول الهدف منه ان يحصل سينسز للبنتوزس، والبنتوزس دوت مهم طبعا علشان النيوكليوتايد بايوسينسز والدي ان اي والار ان اي. كمان هذا البصوي مهم علشان فورميشن اوف ناد بي اتش، وزي ما عرفنا ان الناد بي اتش مهم علشان نكون الريديوس جلوتاثيون اللي بيشتغل كباورفول انتي اوكسيدنت. كمان الناد بي اتش مهم بنقول عليه سيلولار ريدكتنت، بنستخدمه في الانابوليك رياكشن زي السينسز اوف فاتي اسيد والسينسز اوف استرويد. تعالوا كده نفتكر ان الجلوكوز كان بيحصل له اوكسيديشن عن طريق عمليه الجلايكوليسيس ويديني بيروفيت واي تي بي. النهارده كمان بنقول ان الجلوكوز ممكن يحصل له اوكسيديشن عن طريق انذر باسوي تاني اسمه بنتوز فوسفيت باسوي، علشان يديني ريبوز 5 فوسفيت وناد بي اتش. طيب بنقول ان الجلوكوز لو موجود في كمية كبيرة بيحصل له ستورج في صورة جلايكوجين او ستارش او سكروز.
طيب بعد ما اتكلمنا عن الديفينيشن اوف اكسوز مونوفوسفيت باسوي، تعالوا نشوف بقى الصيد بيحصل فين، في انهي تشو وفي انهي جزء من السيلز. بنقول بيحصل في السيتوبلازم اوف ميني سيلز، وخاصه التشو المسؤوله عن الفاتي اسيد سينسز والسترويد سينسز، زي مين؟ بنقول الليفر والادبوس تشو والادرينالز والاوفرز. بنقول لان هذا الباسوي بيديني نات بي اتش، والنات بي اتش مهم في الباسوي بتاع الفاتي اسيد والسترويد سينسز، كمان مهم للار بي سيز علشان احنا قلنا النات بي اتش دوت بيعمل ريدكشن اوكسيدايزد جلوتاثيون، يحوله لريدوس جلوتاثيون، وهذا ريدوس جلوتاثيون مهم للار بي سيز، بيعمل ريموفال توكسيك كومباوند والفري راديكال من الار بي سيز، كمان بيحافظ على الانتجريتي اوف ار بي سيز. طيب كمان بنقول ان النات بي اتش مهم للريتنا اوف ذا اي، ليه بقى؟ بنقول بيعمل ريدكشن للريتينال، يحوله لريتينول، ودوت فيتامين ايه مسؤول عن الايه الفيجن. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الديفينيشن، اتكلمنا عن السايت اوف اكسوز مونوفوسفيت باسوي، هنتكلم بعد كده عن السبستريت. تعالوا بقى نشوف السبستريتس اوف اكسوز مونوفوسفيت باسوي. انا عندي الاكسوز مونوفوسفيت باسوي ده عباره عن سيريس اوف رياكشن، مجموعه من الرياكشن، وبنقسمها لاكسيديتيف فيس ونون اكسيديتيف فيس. بالنسبه للمرحله الاولى اللي هي الاكسيديتيف فيس، انا ببدا اول حاجه عندي اهوت بجلوكوز 6 فوسفيت، يحصل له اوكسيديشن عن طريق الانزيم اللي هو جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز انزيم، فيتحول لمركب ثاني اسمه 6 فوسفو جلوكونولاكتون. هذه عمليه الاوكسيديشن بيكون طبعا بيطلع فيها هيدروجين يتشال على النات بي ويتحول لنات بي اتش بلس اتش. يبقى انا عندي ايه السبستريت اللي دخلت؟ عندي جلوكوز 6 فوسفيت وعندي نات بي. بعد كده المركب اللي طلع اللي هو 6 فوسفو جلوكونولاكتون بيحصل له هيدريشن ويتحول ل 6 فوسفو جلوكونيت. بعد كده ال 6 فوسفو جلوكونيت يحصل له اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن بانزيم اسمه 6 فوسفو جلوكونيت دي هيدروجينيز. طبعا اوكسيديشن يعني يطلع هيدروجين يتشال على النات بي ويتحول لنات بي اتش، وعمليه الديكربوكسيليشن تطلع سي او 2. تمام. فبعد كده بيتحول لمركب اللي هو الرايبولوز 5 فوسفيت. يبقى انا عندي بالنسبه للمرحله الاولى اللي هي الاوكسيديتيف فيز، السبستريت اللي دخلت دخل جلوكوز 6 فوسفيت ونات بي. طيب ايه بقى البرودكت اللي طلعت؟ طلع عندي اتنين مركب من النات بي اتش، ده اول واحد اهوت وده التاني، وكمان طلع عندي سي او 2 وطلع مين؟ رايبولوز 5 فوسفيت. بعد كده بنكمل في النون اوكسيديتيف فيز، والرايبولوز 5 فوسفيت دوت بيتحول لانذر تايبس اوف شوجر، زي مثلا هنشوف بعد كده في فركتوز 6 فوسفيت وفي جليسرالدهيد 3 فوسفيت. طيب تعالوا بقى نتكلم عن البرودكتس اوف اكسوز مونوفوسفيت باسوي. انا قلت بالنسبه لاول مرحله انا طلع عندي مين؟ طلع ريبولوز 5 فوسفيت وطلع عندي 2 مولكيول من النات بي اتش. تمام. بنقول بالنسبه بقى لتاني مرحله الريبولوز 5 فوسفيت دوت بيدخل في النون اوكسيديتيف فيس اللي هي تاني مرحله، ويتحول لانذر تايبس اوف شوجر زي مثلا الريبوز 5 فوسفيت والفركتوز 6 فوسفيت والجليسرايد 3 فوسفيت. احنا عارفين الريبوز 5 فوسفيت دوت مهم علشان النيوكليوتيد بايوسينسز والسينسز اوف دي ان اي والار ان اي. تمام. بنقول بقى ان الفركتوز 6 فوسفيت دوت المين شوجر اللي موجود في السيمن. تمام. بعد كده بنقول الجليسرايد 3 فوسفيت دوت مهم علشان ايه؟ تراي اسايل جليسرول سينسز. كمان بنقول ان احنا ممكن نستخدمه في عمليه الجلوكونيوجينيسيس ونكون مين؟ جلوكوز. طيب بنقول ان النات بي اتش اللي طالع من الهكسوز مونوفوسفيت باسوي دوت، هنعرف بعد كده بالتفصيل ايه اهميته. بنقول ان هو كانتي اوكسيدنت زي ما احنا عرفنا قبل كده، ان هو بيشتغل ككو انزيم للجلوتاثيون ريدكتيز انزيم، ويتكون عندي الريدوسد جلوتاثيون اللي بيعمل ايه؟ ريموفال للتوكسيك كومباوند او الفري راديكال من الار بي سيز، فعشان كده بقول عليه انتي اوكسيدنت. كمان بنستخدمه في السينثيتيك ريدكتيف باسوي زي مثلا الاسترويد سينسز او الايه الفاتي اسيد سينسز. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الديفينيشن، واتكلمنا عن السايتس، واتكلمنا عن السبستريتس والبرودكتس. تعالوا بقى نشوف الستيبس اوف اكسوز مونوفوسفيت باسوي. الستبس بتاعت الهكسوز مونوفوسفيت باسوي دي عباره عن سيكونس اوف رياكشن، مجموعه من الرياكشن، بنقسمها لتو تايبس، بنقسمها لنوعين. اول واحد اللي هو الاوكسيديتيف الريفيرزابل فيز، ده اول مرحله بقول عليها اوكسيديتيف الريفيرزابل فيز. تمام. المرحله ديت بيحصل لها كاتاليزيشن بانزيم اسمه ايه؟ جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز. تمام. ايه بقى السبستريت بتاعت اول مرحله؟ عندي قبل كده قلنا جلوكوز 6 فوسفيت ونات بي. ايه طيب البرودكتس اللي طلعت؟ عندي ريبولوز 5 فوسفيت و2 مولكيول اوف نات بي اتش وايه وسي او 2. ده كده اول مرحله اللي هي ايه؟ اوكسيديتيف الريفيرزبل فيس، عباره عن مجموعه من الرياكشن كلها ايه؟ الريفيرزبل. بعد كده الخطوه الثانيه اللي هي نون اوكسيديتيف ريفيرزبل فيس، دي الخطوه دي بيحصل لها كاتاليزيشن بايه؟ ترانس كيتوليز وترانس الدوليز انزيم.
طيب ايه السبستريتس بتاعتها؟ دخل عندي ريبولوز 5 فوسفيت ونات بي اتش 2 مليكول من النات بي اتش والسي او 2 تمام، وايه البرودكت اللي طلعت؟ طلع عندي فركتوز 6 فوسفيت وجليسرالدهيد 3 فوسفيت. طيب احنا كده عرفنا ان الهكسوز مولو فوسفيت باسوي بنقسمه لتو فيزز، اوكسيديتيف فيز ونون اوكسيديتيف فيز. تعالوا نشوف اول مرحله اللي هي الاوكسيديتيف الريفرسبل فيز. بنقول ان المرحله دي عباره عن ايه؟ فور رياكشن، اربع تفاعلات كلهم الريفرسبل يعني ماشيين في اتجاه واحد. بيحصل ايه بقى؟ الجلوكوز بيحصل له اوكسيديشن ويتحول لاثنين مولكيول من نات بي اتش وايه ريبولوز 5 فوسفيت. تعالوا نشوف اهوت. لو احنا بدانا، احنا عارفين الجلوكوز الاول بيحصل له اكتيفيشن او فوسفوريليشن عن طريق مين؟ الهكسوكينيز. طبعا بنستخدم الاي تي بي. كون عندي مين؟ جلوكوز 6 فوسفيت. طيب هذا الجلوكوز 6 فوسفيت بقى يحصل له اوكسيديشن فيشن في الاخر يديني ايه؟ ريبولوز 5 فوسفيت. تمام، يبقى الاول مرحله اللي هي اوكسيديتيف فيز عباره عن ايه؟ فور رياكشن كلهم الريفرسبل بينتج عنهم ايه؟ اتنين نات بي اتش ادا واحد وادا التاني وايه تاني وكمان سو او 2 وايه ريبولوز 5 فوسفيت. تمام، يبقى اول مرحله بقول عليها اوكسيديتيف الريفرسبل فيس ديت عباره عن فور رياكشن كلهم الريفرسبل يعني ماشيين باتجاه واحد. بيحصل ايه؟ جلوكوز بيحصل له اوكسيديشن ويديني في الاخر ريبولوز 5 فوسفيت واتنين مولكيول اوف نات بي اتش وسي او 2. تعالوا بقى نشوف بالتفصيل الفور رياكشن بتوع الاوكسيديتيف الريفرسبل فيز. تاني بنفتكر معاكم، بنقول ان الهكسوز مونوفوسفيت باسوي ده كنا بنقول عليه دوت سيريس اوف رياكشن، مجموعه من التفاعلات نقسمها لاوكسيديتيف الريفرسبل فيز ونون اوكسيديتيف ريفرسبل فيز. بنتكلم دلوقتي عن اول مرحله اللي هي الاوكسيديتيف الريفرسبل فيز، وقلنا ان ديت عباره عن فور الريفرسبل رياكشن عباره عن اربع تفاعلات كلهم ايه؟ الريفرسبل. اول واحد عندي او اول رياكشن بيحصل ايه؟ الجلوكوز بيحصل له اكتيفيشن او فوسفوريليشن عن طريق مين؟ الهكسوكينيز. طبعا في وجود الاي تي بي يتكون عندي جلوكوز 6 فوسفيت. لو احنا فاكرين برضو الخطوه دي او الرياكشن دوت كان ايه؟ برايمري ستيب اوف جلايكوليسيس، ده كانت اول خطوه في الجلايكوليسيس. تمام، يبقى انا عندي ايه؟ جلوكوز حصل له اكتيفيشن او فوسفوريليشن بالهكسوكينيز تكون إيه عندي ايه؟ جلوكوز 6 فوسفيت. بعد كده تاني رياكشن انا عندي جلوكوز 6 فوسفيت اللي اتكون من اول رياكشن بيحصل له ايه؟ بيحصل له اوكسيديشن في وجود انزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ويتكون عندي مركب اسمه 6 فوسفو جلوكونو لاكتون. تمام، يبقى جلوكوز 6 فوسفيت حصل له اوكسيديشن في وجود انزيم اسمه ايه؟ جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ويتكون عندي مين؟ 6 فوسفو جلوكونو لاكتون. تمام، احنا بنقول ان دوت اوكسيديشن رياكشن فبينتج عنه ايه؟ هيدروجين يتشال على النات بي ويتكون عندي نات بي اتش. تمام، يبقى هذا الرياكشن دوت ايه؟ اوكسيديتيف رياكشن. تمام، اتكون عندي مين؟ اتكون عندي نات بي اتش. بنقول ان الرياكشن دوت ريت ليميتنج ستيبس ان هكسوز مونوفوسفيت باسوي، دوت اهم رياكشن في الهكسوز مونوفوسفيت باسوي. ليه؟ هنعرف ان الانزيم دوت اللي هو جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز دوت الكي انزيم بتاع الهكسوز مونوفوسفيت باسوي، يعني من خلاله بنعمل ريجوليشن لهذا الباسوي. تمام، طيب ثالث رياكشن بيحصل ايه؟ ان المركب اللي اتكون عندي اللي هو 6 فوسفو جلوكونو لاكتون فبيحصل له هيدريشن يعني بدخل عليه ميه في وجود انزيم اسمه جلوكونو لاكتونيز ويتكون عندي 6 فوسفو جلوكونيت. طيب رابع رياكشن عندي بنقول ايه؟ المركب اللي اتكون اللي هو 6 فوسفو جلوكونيت دوت بيحصل له ايه؟ بيحصل له اوكسيديشن عن طريق انزيم اسمه 6 فوسفو جلوكونيت ديهيدروجينيز. تمام، عمليه الاوكسيديشن ديت طبعا بيطلع فيها هيدروجين يتشال على النات بي ويتكون عندي نات بي اتش. عمليه الاوكسيديشن بيتكون عندي مركب اسمه 3 كيتو 6 فوسفو جلوكونيت. تمام، بنقول ان خطوه الاكسديشن دي بيحصل بعديها على طول خطوه ديكربوكسيليشن فيتحول هذا المركب اللي هو 3 كيتو 6 فوسفوجلوكونيت يتحول على طول لريبولوز 5 فوسفيت. تمام، يبقى الرياكشن الرابع او اللي هو الفورس رياكشن عباره عن ايه؟ ان المركب اللي هو 6 فوسفوجلوكونيت دوت بيحصل له اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن يعني اوكسيديشن وبعدين بعديها ديكربوكسيليشن عن طريق انزيم اسمه ايه؟ 6 فوسفوجلوكونيت ديهيدروجينيز انزيم ويتكون عندي في الاخر مين؟ ريبولوز 5 فوسفيت. طبعا عمليه الاكسديشن بينتج عنها نات بي اتش وعمليه الديكربوكسيليشن بينتج عنها مين؟ سي او 2.
طيب، وبعد ما خلصنا اول مرحله من الهكسوز مونوفوسفيت بصوي اللي كنا بنسميها اوكسيديتيف الريفيرسيبل فيس، تعالوا نتكلم عن تاني مرحله وبنقول عليها ايه، نون اوكسيديتيف فيس او نون اوكسيديتيف ريفيرسيبل فيس. تمام، دي عباره عن ايه، سيريس اوف رياكشن، مجموعه من الرياكشن بيحصل شوجر فوسفيت انتر كونفرجن، يعني الشوجر فوسفيت يحصل تحويل بينها وبين بعضيها. لو احنا فاكرين المرحله الاولى اللي هي الاوكسيديتيف فيس كنا انتهينا بايه، برايبولوز 5 فوسفيت. الريبولوز 5 فوسفيت بقى بيدخل في المرحله الثانيه اللي هي النون اوكسيديتيف فيز ويتحول لانواع ثانيه من الشوجر. الهدف من المرحله دي ايه، او النون اوكسيديتيف فيز دي الهدف منها ايه، ان الجسم يكون انواع ثانيه من الشوجر. مهمة ليه؟ زي ايه؟ يكون عندي ريبوز 5 فوسفيت، احنا عارفين ان الريبوز 5 فوسفيت دوت مهم علشان النوكليوتايد بايوسينسز وكمان السينسز اوف نيوكليك اسيد زي الدي ان اي والار ان اي. كمان بيكون عندي جليسترايد 3 فوسفيت، واحنا عارفين ان جليسترايد 3 فوسفيت دوت بيدخل في السينسز اوف تراي اسايل جليسرول. كمان جليسترايد 3 فوسفيت دوت ممكن نستخدمه في عملية الجلوكونيوجينيسيس ونكون جلوكوز. تمام، كمان بيكون عندي فركتوز 6 فوسفيت، وبنقول ان الفركتوز 6 فوسفيت دوت مين شوجر اوف سيمن، يعني ده الشوجر المهم اللي موجود فين في السيمن. يبقى الهدف او الفكره من المرحله ديت او النون اوكسيديتيف فيز ديت ايه، الهدف منها ان احنا نكون انواع ثانيه من الشوجر مهمه للجسم زي الريبوز 5 فوسفيت وزي جليسترايد 3 فوسفيت وزي الفركتوز 6 فوسفيت. تمام، الخطوه ديت او المرحله ديت اللي هي النون اوكسيديتيف فيز بيحصل لها كاتاليزيشن بانزيمز اسمه ايه، ترانس كيتوليز وترانس الدوليز انزيم. يبقى الخطوه دي او الفيز ديت بيحصل لها اكتيفيشن او كاتاليزيشن او الانزيمز المسؤول عنها بنسميها ترانس كيتوليز وترانس الدوليز انزيم. ترانس كيتوليز من اسمه بيشيل كيتون جروب من شوجر يحطها على شوجر تاني، تمام، وترانس الدوليز بيشيل برضو كربون جروب في صوره الدهيد جروب من شوجر يحطها على شوجر تاني فيديني نوع تاني من الشوجر. تمام، يبقى احنا كده خلصنا المرحله الثانيه من الهكسوز مونوفوسفيت باسوي. تاني بنقول ان الهدف من المرحله ديت ايه، ان احنا نكون انواع ثانيه من الشوجر مهمه للجسم او الجسم بيحتاجها زي ايه، زي الريبوز 5 فوسفيت، وعرفنا ان دوت مهم علشان النوكليوتايد بايوسينسز والسينسز اوف نيوكليك اسيد. كمان زي الفركتوز 6 فوسفيت وده مهم فين، في السيمن. كمان جليسترايد 3 فوسفيت وده بيخش في تراي اسايل جليسرول سينسز، كمان ممكن نستخدمه في عمليه الجلوكونيوجينيسيس. تمام، يبقى احنا كده خلصنا تاني مرحلة من الهكسوز مونوفوسفيت باسوي وعرفنا الهدف منها ايه والانزيمس اللي مسؤول عنها مين، ترانس كيتوليز وترانس الدوليز انزيم. تمام، يبقى انا كده خلصت النون اوكسيديتيف فيز وعرفت ان المرحله ديت بينتج عنها بعض الكومباوند زي الجليسترايد 3 فوسفيت. بنقول ان احنا ممكن نستخدمه في اذر ميتابوليك باسوي زي مثلا الجلوكونيوجينيسيس واعمل جلوكوز فورميشن، وممكن نستخدمه في عمليه التراي اسايل جليسرول سينسيس. بنقول ان كل الرياكشن بتاعه النون اوكسيديتيف فيز كلها ريفيرسيبل، فممكن من خلالها نحول الهكسوز لبنتوز لما نكون محتاجين البنتوز علشان النوكليوتايد بايوسينسيس. تمام، طيب احنا كده خلصنا اول جزء من محاضرة الهكسوز مونوفوسفيت باسوي، اتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا فهمتوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.